النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تبسماً في وجوه أصحابه، ما حدث حديثاً إلا تبسم. هكذا كان حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا تبسم تستنير الجدر، يعني أن نوره ونور وجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يظهر حتى على الجدرات التي تكون حوله. وبعضهم وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه إذا سر فكأن الشمس والقمر يجريان في جبينه. هذا الوصف الجميل للشمس والقمر إشارة إلى نوره البهيج البارد بالرحمة بابتسامته اللطيفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الجميل أن حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يغلبها هذا الابتسام، يعني أنه كان في أكثر أحيانه عليه الصلاة والسلام مبتسم، حتى أن الصحابي يقول للصحابي جرير يقول: منذ أسلمت ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا رآني إلا تبسم. هذا مظهر عجيب، كيف إنسان تعرفه وتعاشر سنوات طويلة ولا يمكن أن يراك أو تقابله إلا وتتبسم في وجهه. الآن الإنسان يتصور لو أي إنسان قابلته خرج من البيت فقابلت إنسان مكشر في وجهك، دخلت إلى المكتب لقيت الموظف الذي معك في المكتب مكشر، نزلت إلى الطريق وجدت هذا مكشر، كيف يشعر الإنسان؟ لا شك أنه يشعر بنوع من الضيق، يشعر بأن الحياة سوداء. لكن لو تخيلنا لو أن الإنسان من أول ما استيقظ وجد زوجته مبتسمة، وعند الباب وجد البواب مبتسم، وفي الطريق وجد الناس تتصافح وتسلم على بعض بالابتسامات وتتبادل الابتسامات، كذلك إذا وصل إلى العمل مبتسم، لا شك أن هذا يبعث كثير من الروح. من الأشياء المهمة التي الناس ربما يغفلوا عنها أن الابتسامة ليست عادة، الابتسامة هي عبادة. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. من المواطن التي كان يضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبتسم فيها كثير الحديث، كان الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كلما تكلم كلما قام يتكلم في الناس يتبسم. فبعض الحاضرين أو بعض أصحابه قالوا: يا أبا الدرداء سيحمقك الناس، يعني الناس يقولون هذا أحمق، إيش هو يبتسم طول وقته يبتسم؟ لأن بعض الناس نظرتهم هكذا، أنه الإنسان إذا كان دائما يبتسم معناته أنه هذا إنسان يعني عنده شيء خلل أو غير طبيعي، أو أنه هذا ينقص في مهابته أو ينقص في قيمته. هكذا يفكر بعض الناس أن الابتسامة تنقص من قيمة الإنسان، وأن الشدة والغلظة تعطي الإنسان مكانة أو مهابة. قالوا: سيحمقك الناس يا أبا الدرداء. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يوقف الإنسان عند القدوة. إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث حديثا إلا تبسم. هذا الحديث يعطينا منفعتين عظيمة جدا. الأولى أن الابتسامة لا تنقص قيمة الإنسان، بل الابتسامة ترفع قيمة الإنسان. المعنى الجميل الثاني، أبو الدرداء كان عظيم المتابعة والصحابة كانوا عظيمية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الابتسامة. حتى أقول بعض الناس أنه يا أخي هذه الابتسامة حاجة طبيعية، لا، الصحابة حتى ابتسامات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتابعوا فيها، فكان الصحابي دائما الابتسام وقت الحديث لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاش حياته كلها مبتسم
لأصحابه، للنساء، للرجال، للأطفال، للكبار، للصغار. يوم وفاته أشد الأمراض مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلين، يعني كان التعب والشدة على النبي صلى الله عليه وسلم ضعف، كان في شدة المرض. تخيل في يوم الوفاة، يوم الاثنين، آخر يوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صلاة الفجر الصحابة في المسجد وأبو بكر الصديق يصلي بهم، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الستار عن حجرته ونظر إلى الناس، يتصفح الناس وتبسم صلى الله عليه وسلم. هذه الابتسامة العجيبة التي أسميها ابتسامة الوداع، نظر فوجد أصحابه مجتمعين على صلاة الفجر فاطمأن وارتاح قلبه وابتسم. فكان الصحابة، يقول بعض الصحابة ممن رأى تلك الابتسامة، يقول كدنا أن نفتتن في الصلاة، يعني كانوا هم مشتاقين للنبي صلى الله عليه وسلم، وابتسامة الحبيب صلى الله عليه وسلم جعلتهم خلاص كادوا أن يخرجوا من الصلاة من ابتسامته صلى الله عليه وآله وسلم. فكان آخر شيء يودع النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه هذه الابتسامة. هناك الإنسان معنى هذه الابتسامة التي ابتسمها النبي صلى الله عليه وسلم بالحب لنا، سيعرف معنى يعيش عليه في حياته كله بالابتسامة النبوية المحمدية. هذه ابتسامة اتباع مربوطة بابتسامة الوداع التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر نظرة نظر بها إلى أصحابه عليه أفضل الصلاة والسلام.